بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعريج سريع على آخر مقال الحلقة السابقة، مقال الباخرة اللي فتشوها وجدوا فيها مدرعات، عشرات يعني من كل أربعينات خمسينات ستينات، هل بمدرعات جاية ليبيا. الباخرة كان عليها كما ذكرنا علم هولندي. صفات أو مواصفات هذه المدرعات رهيبة جدا كما ذكرنا، عندها حماية عالية جدا ضد الانفجارات، بها أجهزة مراقبة واتصال، تستخدم القوات الخاصة ولإنفاذ القانون والأمن الداخلي، دوريات الحدود تستخدم أيضا لنقل القوات ولنقل الأشخاص، وقد تكون يصنع منها مركز قيادة. لكن السؤال هذا أول حاجة، وقبلها 105 مدرعات جايات من العقبة، شدوهم في العقبة من الأردن. أولا مرة ثانية نكرر قديش شحنة ما شدوهاش وما عرفوهاش. اثنين، يعني أين حظر الأسرى؟ حتى 105 مدرع اللي شدوهن، ثم ماذا بعد ذلك؟ والمدرعات هذين شدوهن وفرغوهن وحجزوهن في إحدى الشواطئ الأوروبية أو إحدى المواني الأوروبية، باهي بعدين يعني شنو صار؟ خلاص يعني ما فيش محاكمة محاسبة للدول هذه اللي جابت المدرعات هذه؟ يعني ماذا حدث بعد هذا؟ مجلس الأمن اللي مكسر لنا الراس، والدول مكسرة لنا الراس على شوي، ليبيا اضطرابات، ليبيا أسلحة، انظر شنو هو تتكلم. ماذا فعلت لهذه الدول التي تبعث بأسلحة إلى ليبيا؟ هذا تساؤلي. يعني خلاص شدناها وانتهى الأمر وكل شيء تمام. أيضا نذكر المشاهد الكريم، لم يذكر منين جن المدرعات الشحنة الثانية مش الأولى، منين جن، أعتقد نفس المصدر أنا متأكد، يعني منين جن والمن مشيات وبكم، حتى الآن غير مذكورات. في تعريجة أخرى على الإعلام العالمي وتأثير الإعلام وتأثير الدبلوماسية، أمس خبر في إحدى الفضائيات اللي يفترض حقيقة يفترض إنها مع قضايا المظلومين ومع قضايا ضد الاحتلال ومع قضايا كذا، تتحدث عن أن فلسطيني قتلوا 3 من مستوطنين في إسرائيل، أو 3 قتلوا 3 شيء و3 جرحوا، تفاصيل التفاصيل عن جريمة الفلسطيني، ثم أن الفلسطيني هذا قتل دون التعريج على أصل القضية. يعني يقول ليش الفلسطيني هذا والفلسطيني هذا ليش يقتلوا في المستوطنين؟ هو المستوطن شي جاي أصلا؟ سواء إحنا كنا ضد أو مع القتل المستوطن، نريد خطابين. يعني مثلا هذا مستوطن وجاء واحتل الأرض مش أرضه وسكن فيها وكذا، وطلعوا في الناس من بيوتها ويهدونهم في بيوتهم وكذا. أذكر اثنين تمام. هذا تأثير خطير. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى ما يكونش يعني مفروض على المذيعين ومفروض على المقدمين أن يقولوا هالكلام، بس ما يقدروش يطلعوا ويشرحوا، تصبح مصيبة سوداء مرة تانية. لأن هذه أغلب الفضائيات لن أذكرها بالاسم، أكثر من فضائية يفترض أنها مع القضية الفلسطينية، يفترض أنها معتدلة، يفترض أنها متعادلة، يفترض أنها مع ضد الاحتلال وما إليه. الشيء الآخر من الإعلام، على سبيل المثال أخوتنا الليبيين اللي في هنا وهناك، كل ما نتحدث عن الأتراك ولا الصداقة مع الأتراك ولا التعامل مع الأتراك ولا، يقول لك الغزو التركي، الغزو اللي مش عارف إيش، عودة إلى العروبة وتقتل الأتراك، يريدون أن يقتلوا القومية العربية ومش العربية. وهذا على فكرة على مستوى وزراء خارجية ورؤساء دول، يفترض أنها عربية مش عرب، هم لا أعتبرهم دولة عربية، لأنهم يقتلوا في الإنسان العربي ويسجنوا في الإنسان العربي ويقمعوا في الإنسان العربي ويذلوا في الإنسان العربي كل مرة تحت مسميات مختلفة، مرة إرهابي، مرة انظر شنو خارجي، مرة أخواني، مرة عميل، مرة انظر شنو. المهم هو البشر، الإنسان العربي معذب، مقتل، مقتحم السجون، محشية السجون العربية. وبالتالي هذه ليست دول عربية، لكنها مصطلح مش معانا وخلاص. هؤلاء الناس نفسهم اللي يقولوا الأتراك وبيحترق، هذا ليس دفاع عن الأتراك، هذا بحث عن خطاب متعادل، بحث عن خطاب متعادل. من حقي أن أدعم الأتراك، من حقي أن آتي ضد الأتراك، هذه قضية ملف مختلف. لكن أنت لما تقول الأتراك بيجوا العرب، وفي نفس الوقت تتصور مع السفير الفرنسي تعطي فيه في درع وتضحك أنت وياه، وين فرنسا شن كانت مع العرب؟ يعني شنو يعني حنينة ما شاء الله عليها، وإيطاليا
على بلدك الليبيين مح بالأحضان مع السفير الإيطالي وتصوير وكذا، يعني ما مش حاولوش أخذوا أرضك، واللي داروه الإيطاليين حاجة مفجعة يعني. الخيال نتمنى حتى معاش حتى الإنسان يتذكر تذكير، مش يشوف الصور أو يقرأها يتألم، حتى مجرد خواطر طيف يأتي عن جرائم إيطاليا. بالنسبة لي الإيطاليين يعرفوا هذا جيدا ومعترفين به، والفرنسيين شنداروا في الجزائر وفي الآني، يعني شنو الخطاب الغبي الساذج هذا من رؤساء دول ووزراء خارجية، الأتراك وغزو العروبة وما العروبة، بينما مرة ثانية والإنجليز احتلوا مصر واحتلوا كذا واحتلوا، يعني دمروا العالم العربي بأكمله وقسموه وخلوه من إمبراطورية إلى عرب، وبعد حولوا العرب عن الجزء الأساسي للإمبراطورية الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، قسموه بعدين 60,000 دولة كيف ما احنا قاعدين في هذا كذا. خطاب غريب وخطاب كذا. آخر تعريج اليوم على أعتقد بريطانيا تقريبا خبر يتعيد تفكيرها، يا متوخشة من قضية حول السفارة اللي شو اسمها هذا البريطانية للقدس، تقريبا يمتنعت يا ما تبيش يا بتعرق الموضوع شيئا من هالقبيل، يعني اعترضت يا فيه إشكالية. لم نسمع من أي حد من العالم كله يقولون شكرا وثانك يو يعني فور هالخطوة هذه، ونثمن هذه الخطوة كما حدث مع أستراليا من قبل. نفس الشيء أستراليا حتى هي غيرت راقت منش محاولة السفارة في القدس، وأيضا بريطانيا أخيرا، وستتوالى هناك أصلا دول منذ، لكن الدولتين هذين دولة غربية ويفترض أنهم هم شبه حلفاء مباشرين أو مبشرين، يفترض أن ترسل إليهم خطابات شكر من الدول العربية ووزراء الخارجية ونثمن هذا الموقف وما إليه، يعني وما إليه للعلاقات. هذه تعريجات هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها كذا. اتفاقية إسرائيل ولبنان عادي جدا تمر على عم سامح شاكر وش اسمه والأخ السيسي ما شاء الله عليهم. إسرائيل ولبنان اتفاقيات اتفقت من مصر وإسرائيل على الغاز وعلى النفط. ليبيا وتركيا لا، اليونان. وبعدين هذا اليوناني هذا وزير الخارجية جاء ليبيا وبعدين ما قبلوش ولا قبلوه، كيف تقبلني الوزير شيئا ما أنظر كيفك، قال بلاش مالها مش قبل عقيلة. كيف العيال الصغار هذه معناه ما عندكش استراتيجية أنت، اللي عنده استراتيجية يحافظ عليها مش يغيرها في ثواني. هكذا كيف يتعامل معنا المجتمع الدولي، يتعطوني يا نمشي للطرف الثاني كذاب، مش انتوا بتبوش تصلحوا بيناتنا، ما تبوش حل قضايا ليبيا. إذا كان تبي حل قضايا ليبيا يكون عندكم استراتيجية ثابتة وخطوات ثابتة مهما كان المواقف اللي تتعرض لها في ليبيا. الهدف الأسمى متاعك أنك أنت تحل الاستقرار، تدير الاستقرار في ليبيا، مش هذا تدعو الاستقرار الاستقرار الاستقرار. سمعناها الكلمة هذه صوتا وصورة ومقالات 7 ملايين مرة، الاستقرار. بقى أنت تجي أنا ما قبلوكش ولا صار لك موقف خطأ والله الشيء مش أنت راضي عليه، يعني تعالج الموضوع نتصلح، مش ها مال انا نمشي للمنطقه هذيك وندير معاهم كذا. غباء ودبلوماسيه سطحيه جدا جدا حقيقه يعني. وهؤلاء المجتمع اللي نقولوا بيحل لنا قضايانا وبيحل لنا مش عارف ايش. يو بي ان نشرت مقال يقول رشا has become the most sanctioned country in the UK ahead of Libya and Iran. Russia has become the most sanctioned country in the UK United Kingdom ahead of Libya and Iran. أصبحت روسيا الدولة الأكثر معاقبة في المملكة المتحدة، متقدمة في حجم العقوبات على ليبيا وإيران. جمدت بريطانيا أصول تبلغ 18 مليار ين ياباني، يعني 20.5 مليون دولار تقريبا، تعود ملكيتها إلى نفوذ وهيئات وأفراد وكيانات روسية بسبب الحرب على أوكرانيا. جميعهم يخضعون لعقوبات الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت عقوبات على أكثر من 1200 فرد روسي وأكثر من 120 منظمة في روسيا. مبلغ الأصول المجمدة للدولة للحكومة 6 مليارات، ولكل هالمواضيع هذا كلها 18 مليار كما ذكرنا. والله أنا عندي تعليق بسيط جدا جدا، إن يعني ما هو تأثير هذه العقوبات، الحرب مستمرة والدمار مستمر وما إليه. في النسبة الليبية حطوا 60 واحد طقرور طابور، قائمة طويلة عريضة، حطوا ليبيين على قائمة العقوبات لما صارت الثورة 17 فبراير، الثورة المجيدة والمباركة وكأنها حدثت أمس، تمام.
لا حطوه، وبعدين كل خمس دقائق شهر شهرين ثلاثة أربعة فلان حولناه من القائمة، وفلان حطينا واحد تاني وحولنا أوف ليش وأمته وكيف وشنو صار ما تعرفش. مجرمين حولوهم من القوائم، بما فيهم المحكمة الجنائية الدولية حولت الورفلي من القائمة بعد ما مات. ممتاز، عاد يعني ليش أن معناها بريء، بالعكس مفروض أنت تقول هذه الجرائم وتحكم عليه ومتوفي خلاص متوفي صحيح. لكن الأخطر من هذه اللقطة، الأخطر من هذه اللقطة، من الذي أعطاه الأوامر؟ كما كررنا من قبل أن هذا الرجل الورفلي على سبيل المثال قال واحد قال له داوم داوم، طبعا الشعب الليبي يعرف كلمة داوم أنه يعني أمر ببداية تنفيذ أمر عسكري، يعني هذا القضية رسمية وأن هناك وراحة تهذكم ويجب أن يطاردوا. من هم؟ من هم؟ من هم؟ اللي قلت له ثلاث شباب ثلاثة مساكين يديهم على الساس وتفضل، لا عرفناهم شندايرين، لا عرفناهم شياطين ملائكة جنون، مظلومين مش مظلومين، شن أسميهم ومنين شندهرهم، ما حدش يعرف. مش غابة، الغابة أكثر احتراما. على كل حال يعني لا قضية العقوبات، حطنا مع العقوبات وحولناهم العقوبات، مسيس الموضوع، مسيس حب الظرف يحولوا واحد ويحطوا واحد. الميدل إيست آي نشرت مقال يقول climate change half of youth in Middle East and North Africa reconsider having kids. يا ودي هذا ما أعتقد صحيح، يقول لك تغير المناخ، التغير في المناخ، هذه الميدل إيست آي MEE تغير المناخ، يقول لك الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيدون التفكير في إنجاب الأطفال بسبب تغير المناخ. لا هذه مش اللقطة، هذا الكلام هذا مش مضبوط أولا. ثانيا الشيء الغريب إنه يقول لك ما يقرب من نصف الشباب في الشرق الأوسط، يعني تبي لك 150 عام باش تدير دراسات على نصف الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخرى. داروا دراسة تمام، هو الواحد بيدير دراسة على مؤسسة ولا شركة ولا مكان بسيط ولا عينة سامبل بسيطين تبي له شهور دراسة واستبانة وملاحظة وكتابة ومش عارف انظر شنو. الأطفال يعني شمال أفريقيا قد أعادوا التفكير في إنجاب الأطفال بسبب تغير المناخ، وفقا لمن لوكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة. والله زمان وحدة في تونس دارت تقرير على ليبيا تبي لها ست شهور باش تعد شركة، مش واحدة قاعدة في تونس تبع الأمم المتحدة طلع التقرير والاضطهاد والأطفال والمش عارف انظر شنو. وش قلت يعني على كنت في لقاء في نفس اليوم قلت يعني أمتى هذا سبحان الله الشفاعة الرسول شنو الكلام؟ قاعد مزين في مكاتب ويكتبوا ويطبعوا كيف غسان اسمه سلامة غسان قال استشرنا 70 مدينة وتحدثنا مع 1500 شخصية وأمتى ولد عمي هذه كيف يعني. وبالتالي في شكوك حقيقة في بعثات الأمم المتحدة الرئيسية وغير الرئيسية في الحقائق والبيانات ومصداقيتها ومعلوماتها. الواحد هو يشتغل في شغل نديره في بيان خش في بيانات مرات ونقعد شاك حتى في روحه ونعطيها الزميل وزميلين وثلاثة يرجعوها ونجد نرجعها ويلا الواحد يطمئن. هذا يدلفوا لك على الشرق الأوسط وأفريقيا وما نشبهوش فيه. أنا مسألني حد مثلا هاني في الشرق الأوسط ولا ساحل حد أبنائي وكم واحد من المشاهدين جاهم حد من المتحدة قال له بتتزوج لما تغير المناخ ما تتزوجش ولا. على كل حال يعني أعتقد وظائف ورواتب وما إلى. وفقا لاستطلاع عالمي، استطلاع عالمي تمام أجري نيابة عن منظمة اليونيسف أن 44% من الشباب في المنطقة أن تأثيرات المناخ جعلهم يفكر. أنا مش على الخبر الشباب بيزوجوا ولا على قضية مصداقية هذه البيانات. لا ومع من نخرج؟ شباب في جنوب الصحراء، جنوب الصحراء ليبيا داروا استفتاء على الشباب اللي 24 ساعة يقولوا إرهاب قتال مالي وانظر شنو هو، عرفت المنطقة الساخنة هذه اللي دائما فيها صراعات قتال وتشاد وني داروا فيها حتى هي استبيان وقالوا بتتزوج ولا لا، تهو شاقي موضوع زواج ولا قتال ولا محاربة ولا ما إليه. ما عنديش حقيقة مصداقية في هذه المعلومات ولا هذه التقارير. يقول أشياء المناخ بسبب الآتي: أزمة دخل، أزمة غذاء صحيح، أزمة ماء، فيضانات، جفاف، موجات حر، هذه حقيقة وهذه الأشياء كلها موجودة قبل أزمة المناخ. يعني كان عندنا أزمات في العالم ما عشان نتزوج، ويعني الوالد عندي الله يرحمه ويسامحه ويبارك فيه واسأل الله سبحانه وتعالى يتغنى برحمتها كما تقول قال لا والله الجو كي مش مظبوط ما نتزوجش رانا احنا مش قاعدين.
فهذه القضية المعتقدات، نعود للمعتقدات والتقاليد واللي نختلف، الشعوب تختلف، ومن العار من العار، وخاصة للسيدات الكريمات الليبيات الذكيات ما شاء الله عليكن، يعني أنا تعاملت مع في المدارس في التعليم في الكذا رئيسات كذا ما شاء الله ذكيات، أنت اللي أفرض تقاليدكن ومعتقداتكن وأراءكن على الآخرين، مش خلاص حد يجي جينا وعطينا دورة للمرأة الليبية تلبس ونعم المرأة الليبية كيف، تمام، من العار عيب، حشمة، حتى حشمة يعني. الفورم بالاسي، فورم بالاسي نشرت مقال يقول inside the youth led fight for peace in Libya، من داخل النضال الشباب، هذه الفورم بالاسي دائرة مشروع أو دائرة برنامج مع الدوحة، تمام، في قطر ماشي الحال، دير في مرة ندوات وحوارات، أشرنا إلى أحد هذه النشاطات في السابق، وهذا النشاط الثاني اللي صدفني أنا، يعني الله أعلم قديش ديرين هذا اللي صدق، يقول لك مجموعة سمت نفسها مجموعة السلام، تمام، جمعت المعارضين معا في النرويج، اللي فهمت المعلبيين يعني من جميع الأطراف، مجموعة اسمتها معا نبنيها، معا نبنيها، اللي فهمتها نبني ليبيا على قضايا السلام والأمن ماشي الحال، من خلال إشراك المزيد من النساء والشباب في هذه العملية. عقدت الاجتماعات خلف أبواب مغلقة، مانيش عارف ليش خلف أبواب مغلقة، ربما بعض الناس مش مطمئنة في الخارج في النرويج أنها تدلي بآرائها تطلع في الفضائيات أو تعرف شخصيته وما إليه. المراسلة تقول أن الدوحة مرة ثانية، برنامج الدوحة هي تناقش قضايا لا علاقة لها حسب ما فهمت، قد أكون مخطئ في فهمي لمقال الفورم بالاسي، القضايا النووية، أزمة الرهائن، النجاحات، الإخفاقات، تناقش في هذه القضايا. الليبيا يعرفوا الحل، الليبيين يدركوا ما هو حل الأزمة الليبية، نعرف ما فيش إرادة للتنفيذ، ما يبوش لك معقول العقول الليبية هذه كل ما تعرفش ما هو المخرج ما هو الحل، يعرفوا يعرفوا كلنا يعني صغيرنا وكبيرنا، مثقفنا ومش مثقفنا، متعلمنا مش علمنا، المصالحة الصحيحة الصحيحة ورد المظالم والحقوق للناس، إبعاد المتورطين والقتلة في الحروب، الدستور، تمام، وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة أمنية مش وخلاص وننتخب، يعني معروفة على الأقل، هذه مش الحل من الأزمة، هذه الخطوة القفزة الكبيرة للخروج من الأزمة بصراحة ربي، يعني نعرف أننا الحلول لبلادنا، لكن ما يبوش مثلا توا تذكرت موضوع لا إله الله، مجلس الدولة يناقش في القاعدة الدستورية ويناقش في المناصب السيادية في هذا الوقت بعد كل اللي مر هذا كله مع بعض ولا لا، تمام، أنت تناقش القاعدة السعودية، الأخوة اللي في اللي داروا الدستور يقول لك هذا مش شغلك، وهذه حقيقة والله، it is not your business man، ما هو شغلك انك انت تدير دستور ولا تحط قاعده دستوريه، الله يرحم بيك، في ناس دستوريين يحطون، ناس قانونيين، لكن لنفترض نفوتوا هذه، ربما تقدر تقول لي ازمه ولم يتم هناك اتفاق ونحن نريد ان نخرج الوطن وما اليه، باهي، لكن ماذا عن المناصب السياديه؟ هذه المصيبه السوداء كارثه، هذه عرفت انسان في ثالثه ثانوي عاود سلسله ابتدائي بالضبط واشر واسوء اخرى واعمق. مناصب السيادية مش قضية، الأخوة اللي مسكين مناصب السيادية الآن إن شاء الله أحسن ناس وإلا أسوأ ناس، خليهم دعنا ندير انتخابات يا سيدي، ليش تخش في أزمة وعمق أخرى واختار هذا لحور هذا غي، معناها مرحلة انتقالية، معناها مصيبة سودة ثانية، معناها اضطراب، معناها كذا. الممثل الروسي في مجلس الأمن قال والله مستحيل يصير انتخابات، هناك حكومتان متناقضتان، انظر شنو يلعب على حكومة ثالثة، تمام، قد حتى لو كان هذا صحيح، لكن في الانتخابات الرئاسية، لكن الانتخابات البرلمانية ما في مشكلة، كل دائرة بتطلع لك واحد اللي يبوه، إن شاء الله البلاد حرب، البلاد سلام، البلاد كذا، هذه الدائرة حاطة عينها على شخص معين تعتقد إنه مثلها، ما انا مش عارف انا قضيه السياديه شو يعني، مثلا حول مصرف ليبيا المكسيكو، حول بتاع مؤسسه النفط، والله حط نظر منه، والله في السياديه، لماذا الان يعني، فكروا بالله عليكم، خلاص تجاوزناها يا سيدي، اللي قاعد توه
لعندي دور انتخابات. أي ليبي بسيط محب لوطنه ولبلده ولناسه ولأهله وللاستقرار والأمن والسلام يقول لكم النقطة هذه، من الأطفال للشباب للنساء للكبار للصغار المتعلم غير المتعلم، هذا المنطق والعقل. لكن تناقش هذه زيدها بزايد يا سيدي كريم، لا إله إلا الله، الناس كلها قاعدة تقول هذول ما يبوش الدستور. ليش؟ لأن حسب اتفاقية الصخيرات، اللحظة اللي يطلع فيها الدستور يحل مجلس النواب ومجلس النواب. بدأت الناس تشك فيكم، يعني من حقها طبعا من حقها، إلا أن يثبت العكس. كيف يثبت العكس؟ ديروا انتخابات، هيئوا الأجواء، جيبوا بقدر المستطاع توين سيتيز. نشرت مقال يقول لارسون سيرفرمان كريتيك أوف يو إس سبورت هابت سرونج أوكرين إز نوت ليبيا أور أفغانستان. لارسون وسيرفرمان أشخاص تمام منتقد، يقولون منتقد الدعم الأمريكي يخطئون، فإن أوكرانيا ليست كليبيا وأفغانستان. هذا رأي يعني. من 9 أشهر الولايات المتحدة وحلفائها تقدم بقوة دعم لأوكرانيا على مقاومة الغزو الوحشي. الغزو الوحشي في غزو مش وحشي لا أدري والله. موارد مالية أمريكا تقدم في موارد مالية وأسلحة منظومات متطورة مواطنين يقاتلون بجانب القوات الأوكرانية ومستشارين عسكريين. أنا أعلن نحن ضد غزو روسيا لأوكرانيا، أي غزو أي دولة ضد دولة بما فيها غزو إسرائيل طبعا لفلسطين واحتلالها، نفس الشيء غزو وحشي كله. نحن نعلن كشخص على الأقل أنا نحن ضد الغزو ضد أوكرانيا ضد فلسطين نفس الشيء. هل أتحدى الآن أي واحد صهيوني يقول الجملة هذه؟ مستحيل يقولها، يعني مستحيل. معنى نحن أكثر منكم حضارة، أكثر منكم إنسانية، أكثر مصداقية. نحن ضد ما يحدث للأوكرانيين، ضد ما يحدث للفلسطينيين، وضد ما يحدث لأي شعب تم غزوه من قبل قوة أخرى. الكثير يقول الكثير من الدوائر الخارجية الأمريكية يرفضون هذا التدخل. أنا أعتقد لو كان ترامب هو رئيس مش حيدير كل هذا. يقولون قد فعلت أمريكا هذا، يعني المنتقدين يقول لك أنتوا درتوا في ليبيا وأفغانستان وسوريا وتدخلتوا في العراق وهكم سيبتوهم من دمرات، ليش تخشوا في أوكرانيا؟ هذا الصوت الناقد، وهذا يدافع ضد هذه اللقطة. يقولوا أن التدخلات كانت فيها إخفاق، سيبتوا دول مدمرة فقيرة ومتملحة وصراعات تركتوها بعد ما تدخلتوا، حصير نفس الشيء في أوكرانيا. هذو من الناقدين ماشي. لقد نجحت الولايات المتحدة في أسباب القوة، نجحت الولايات المتحدة في استخدام القوة يقول مقال في إزاحة شنو الحكومات، لكن مش في استقرار الدولة. لقد تركت هذه المواقف أمريكا ولا لا متراجع بسرعة، وتركت وراءها بلدان خراب ومنها ليبيا يقول، ومنها ليبيا. هنا طبعا أشار لي السيد المخرج الكريم بانتهاء أو مازال عندي دقيقتين، لكن قبل أن أنسى هذه النقطة، ليبيا جت دخل النيت وخلاها خراب. ليبيا حدثت فيها ثورة 17 فبراير، كان يجب أن تحدث، قدر من الله وأسبابها توفرت إن شاء الله تقربع. ما يهمهاش الثورات شنو يصير بعدها، ما يهمهاش، ما هيش انقلاب، ما هيش مجموعة اجتمع تقول نجير ونجير الخطوة الأولى والخطوة الثانية والشهر الأول نجير هيك. هذه هيك الناس كلها ظهرت وقاتلت النظام الموجود، والنظام للأسف الشديد اختار فتح أبواب السلاح وقتالهم. الثورات لا يهمها ما الذي يحدث بعدها، من الثورة الفرنسية للثورة الإيرانية للثورة الليبية لثورات عبر التاريخ توجد أسبابها فيحصل انفجار، كيف الزلزال، كيف السونامي، كيف الكذا. ثورة كان يجب أن تحدث وحدثت بقضاء الله سبحانه وتعالى وكان لها أسباب تفصل عن فشلنا في بناء الدولة، نجاحنا في بناء الدولة مسؤوليتنا مش مسؤولية الشهداء اللي أسقطوا لك أعتى نظام أمني قمعي في التاريخ القرن 21 وشنقوا في الناس في الشوارع يعني، وأنتوا تعرفوا هذا كذا. فتشبيه أن ليبيا جاها النيت وجاها في 19 مارس 19 3 بعد الثورة، ما يهمهاش الثورة شنو تحدث، يعني كم تبدأ تضرب واحد حطه في تركينة وتفشخ فيه تفشخ فيه، وبعدين هو ما الله غالب رد فعله ربما يقتلك لك يضربك يدفل عليك كذا، ما تبدأش تلوم فيه تقول لك كيف تضربني وكان خلتني نستمر في تفشيخك. خير على كل حال، هنا يوجد حوار رائع جدا جدا، تحدث الممثل الأمريكي في مجلس الأمن وتحدث الممثل الروسي، واثنين قالوا وجهات نظرهم فيما يخص قضية ليبيا. حقيقة النقاط جيدة جدا، تعاركوا تكوها بيناتهم،
سأشارك بها بإذن الحي القيوم المشاهد الكريم في حلقاتنا القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.